ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل حاجة كده، تقدر تقول كده من اختراعي او يمكن حد عملها قبلي. صدور فراخ بتتبيلة مختلفة. اول حاجة انا عندي صدر فرخة، بصلاية كبيرة معمولة مبشورة شرايح، فلفل معمول مكعبات حسب اللي انتوا عايزينه. انا عاملة فلفل احمر، لو عندك فلفل اصفر اخضر عادي مفيش مشكلة. حوالي 5-6 فصوص ثوم مفرومين، زبدة، وهنتبل بملح وفلفل وكمون وبهارات، وهنحتاج معلقة صلصة، معلقة مستردة، معلقة خل، معلقة صويا صوص، معلقة دبس رمان، ومعلقة خل تفاح. يلا بينا نبتدي ونشوف الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنعملها، هنجيب طاسة على النار ونحط فيها الزبدة بتاعتنا، يعني حوالي 2-3-4 عادي، يعني تقدر تعملوها بسمنة أو بزيت، بس هي الزبدة بتديها طعامة بصراحة. هي الوصفة دي أنا بعملها بزبدة. أما تبدأ تدوب كده، ننزل عليها بالبصل. استنى بقى لما البصله بتاعتنا تبدا تدبل شويه، انا مش هحمر البصله، انا يا دوب هي تصفر وتدبل بس حاجه بسيطه. احاول افك البصل من بعض ما بقاش حته واحده كده. الزبدة عموما بتخلي الاكل فيه تسكيرة حلوة، مش زي السمنة او الزيت، ويقال انها اصح. كده عندي البصل بدأ اهو يدبل حاجة بسيطة، هننزل عليه بالثوم. برضه نبدأ نقلب فيه. اهو بقى بنحس كده بريحة الثوم بدأت تعمل. ننزل بالفلفل. هي أكلة بسيطة وسهلة، ما بتاخدش وقت جدا. لو مستعجلين ما بتاخدش، ما بتكملش ربع ساعة نص ساعة بالكتير، لو على حسب نوع الفراخ. لو فراخ صغيرة بتستوي بسرعة. بصراحه انا بطلت اعمل الفراخ بانيه خالص، يعني بقيت بستسهل الطريقه دي، طعمها لذيذ. تقريبا ما عملتش فراخ بانيه من سنه مثلا. المهم اهي بدات تدبل معانا اهي شويه، ننزل بالفلفل بتاعنا. برضو نقلبه. كل حاجه كده بنديها تشويحه بسيطه. استنى بقى لحد ما الفلفل ما يدوب شوية، يدبر قصدي. اهي بدأ الفلفل يدوب معانا، يدبر قصدي معانا. ننزل برضو بالفراخ، تاخد التشويحة بتاعتها.
او ما تبدا الفراخ تاخد لون، ننزل بقى بالتتبيله بتاعتنا. صبط كده تقريبا خدت الفراخ، خدت صدمه كده وتشويحه بسيطه. هوطي عليها النار وابتدي انزل بالتتبيله بتاعتنا عشان ما تتحرقش مننا. اول حاجه هننزل بيها الملح، معلقه ملح كده حلوه، حوالي نص معلقه فلفل، برضو زيها كمون، معلقه بهارات كبيره شويه كده، كتير بزمانين كده بس كده. ونبتدي نقلب الخليط بتاعنا. بعد كده هننزل اعلي النار بس، وهنزل بالصويا صوص ولي معلقه كده حلوه، نقلب الفراخ كلها تاخد منها. الصويا صوص كده بيدي مزازه وحاجه جميله برضه. بعديها نحط شوية من دبس الرمان، حوالي معلقة برضو ده بقى يديها مزازة مع تسكيرة، يعني بيبقى طعمه مش قادر اقول لكم ازاي. الناس بقى اللي بتحب الحاجات اللي تحس فيها كده مزازة مع تسكيرة شوية. برضو نقلب الفراخ بتاعتنا، خلي بالنا بس عشان ايه متحرقش مننا. بعد كده هنزل بخل التفاح والخل العادي، نحط حبة صغيرين من الخل التفاح وشوية من الخل العادي، برضو حوالي معلقة، شوية مستر، برضو حوالي معلقة كده محترمة، ونقلب. قادرة بقى اقول لكم الريحة عاملة ازاي يا جماعة، فظيعة. اقلبها بحيث ان الفراخ تاخد التتبيلة كلها. احنا كل ده احنا علينا النار خلاص. ننزل بعديها بمعلقة الصلصة، حلوة كده، ونقلبها. نحط بقى شوية مية، حبة بسيطة خالص عشان يبقى فيها صوص وفي نفس الوقت تسوي الفراخ. يعني المفروض لو الفراخ كده تكون استوت، بس انا بحبها سوا زيادة شوية، فانا هغطيها يعني حوالي 5 دقايق 10 دقايق. الفراخ بس تاخد كده من المية تسويها شوية، عشان انا بحبش الحاجة تبقى نية او هي نص سوا، بحبها تبقى مستوية بزيادة شوية. الفراخ طالما اتشوحت كده خلاص تقريبا خلصانة، هي 5 دقايق ونعبيها.
هرجع لكم بعد ما تخلص بقى ان شاء الله. زي ما انتم شايفين مش قادره اقول لكم بقى الريحه عامله ازاي يا جماعه، يعني حاجه تحفه. هي كده خلاص، يعني انا غطيتها حوالي 5 دقايق، ما خدتش وقت طويل. هي الاكله ديت ميزتها انها سريعه وسهله جدا، خدش وقت، ما بتحتاجش تتبيله كتير. هروح اغرفها وارجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصت الريحه بقى يا جماعه مش قادره اقول لكم عامله ازاي، حاجه وهم فعلا. جربوها فعلا ومش هتندموا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وفولو مي على الانستجرام، ولايك للصفحه على الفيسبوك. باي باي.